طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. شلون ماكو بلد ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق. تجي قلت نعطي احنا رواتب، نعطي في حدود 4.5 ملايين رواتب موظفين، 1.5 مليون مال متقاعدين، تقريبا 1.2 مليار مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه، 100,000 امراه ارمله، بطاقه تموينيه، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هاي الفقر هم كذبه. احنا هسه قاعدين نشتغل احنا بالعرفانه عشان تطلع العيشه، يعني علاقه نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانه يوميا نطلع 7,000 دينار، نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون، واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار ونودي زلم الكرو 1000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادور انا عيشه. هذا الفقر هم كذبه. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين. اليوم نريد نتحدث على موضوع دائما ما يثار على الساحه العراقيه ودائما ما تحدثنا عنه، وهو عقارات الدوله التي تم الاستيلاء عليها من قبل زعماء الاحزاب ومن قبل الاحزاب ومن قبل الميليشيات المرتبطه بالاحزاب السياسيه في العراق. طبعا دائره عقارات الدوله كشفت عن عدد العقارات الحكوميه المسجله لديها والتي يشغلها مسؤولون وسياسيون بشكل مجاني أو بمقابل مادي رمزي خلافا للقانون. مصدر في دائرة عقارات الدولة قال بأن هناك نحو 500,000 عقار حكومي، نصف مليون عقار حكومي يشغل أو يتم إشغاله من قبل مسؤولين وسياسيين خلافا للقانون وعن طريق وضع اليد وبالقوة. أضاف هذا المصدر بأن المقابل المتأتي من شغل السياسي لهذه العقارات يعد صفرا، لأن ما يدفعه البعض منهم عبارة عن إيجار رمزي وأغلبهم لا يدفع حتى هذا المقابل الرمزي المتواضع لإشغال هذه العقارات. نائب تحدث وهو عن تحالف الفتح حنين القدو أكد بأن العشرات من المنازل والفلل الرئاسية تم بيعها بأسعار زهيدة دون تقدير حقيقي. حنين القدو أضاف بأن العشرات من الفلل والدور الرئاسية والمباني الحكومية تم بيعها أو تأجيرها بشكل غير قانوني وبأسعار زهيدة جدا دون تقدير أثمانها الحقيقية التي تساوي ملايين الدولارات. أضاف بأن شخصيات سياسية متنفذة هي من تقف خلف عمليات البيع أو الاستئجار، وقد رممت المنازل من أموال الدولة، إلا أن هذه الشخصيات ترفض إخلاءها بداعي وجود عقود تثبت امتلاكهم لهذه العقارات. عضو اللجنة المالية النيابية هوشير عبد الله تحدث حول هذا الموضوع ووصف بأن المنطقة الخضراء بأنها ليست مجرد طريق يفتح أمام المواطنين، بل هي ملف مليء بالفساد الحكومي والحزبي. يأتي ذلك في وقت يستحوذ كما أشرنا العديد من المسؤولين المتنفذين على عشرات المنازل في المنطقة الخضراء وخارج المنطقة الخضراء مقابل مبالغ زهيدة، طبعا في بغداد وفي المحافظات العراقية، ليس حصرا على العاصمة بغداد، هناك في صلاح الدين، هناك في نينوى، هناك في المحافظات الجنوبية. طبعا إذا تحدثنا على محافظة صلاح الدين، ميليشيا الحشد استولت على القصور الرئاسية في المحافظة وأغلب المراكز الحساسة في مركز محافظة صلاح الدين تكريت، البالغ عددها 286 مبنى، وحولتها إلى معسكرات ومقرات لها. محافظ صلاح الدين عمار جبر قال بأنه تدخلات الحشد في الشؤون الإدارية والأمنية الخاصة بالمحافظة يشكل مشكلة كبيرة، وأكد بأن تعدد مراكز القرار وغياب التنسيق بين الجهات المختلفة في المحافظة. طبعا أهالي مدينة تكريت اعتبروا ممارسات الميليشيات بأنها محاولات
لمحو هوية المدينة وثقافتها بذريعة نشر الاستقرار. خلونا نشوف المقطع لمحافظ صلاح الدين وهو يتحدث عن هذا الأمر. لو كان القرار واحد لكان الوضع أفضل. تداخل القرارات، تداخل العمليات العسكرية، قيادات العمليات، تداخل الفصائل مع القوات الأمنية، ماكو قيادة موحدة لصلاح الدين. لا توجد قيادة موحدة في صلاح الدين، وهذا من شأنه كما أشار المحافظ إلى تداخل الأمور في بعضها. طبعا كذلك دائرة عقارات الدولة قالت بأن هناك أكثر من 100,000 حالة تجاوز، أكثر من 100,000 حالة تجاوز على عقارات الدولة من قبل بعض الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والوزراء وبعض المتنفذين. مدير الدائرة أحمد الربيعي أوضح بأن دائرته تمتلك الكتب الرسمية التي تقضي بجرد العقارات العائدة للدولة في المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية ومن يقوم باستغلالها، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان لإجراء عمليات الكشف الموقعي وإحصاء تلك العقارات. أكد الربيعي بأن الفوج الرئاسي المسؤول عن حماية المربع الرئاسي لم يسمح لتلك اللجان من الوصول إلى عقارات الدولة. النائبة عن ائتلاف دولة القانون علي نصيف تحدثت عن هذا الموضوع كذلك، واتهمت جهات سياسية متنفذة بالسيطرة على عقارات الدولة، وأشارت إلى أن بعض المسؤولين اشتروا تلك العقارات بثمن بخس وسط صمت حكومي، وأضافت بأن بعض المسؤولين وضع يده على عشرات العقارات ليشتريها عبر المزادات، ولفتت إلى أن بعض المسؤولين يستولون على الأراضي وعقارات الدولة بغطاء رسمي وصيغة غير قابلة للاعتراض. طبعا عالية صيف حملت الجهاز الإداري مسؤولية الفساد الكبير الحاصل بهذا الملف بوصفه سببا رئيسيا في بلاء البلاد وبيع عقارات الدولة باستثناءات مكررة لمسؤولين ومتنفذين. طبعا من ملفات الفساد والتجاوز على أملاك الدولة، اليوم نائب عن محافظة ديالى كشف عن مشروع فساد بين وزارتي التربية والصناعة. هذا المشروع يعني تم بموجبه هدم 150 مدرسة في محافظة ديالى وبيع أنقاضها. النائب همام التميمي تحدث عن هذا الموضوع وقال بأن هناك العديد من الفاسدين والذين هدروا المال العام، وحان الوقت لفتح هذا الملف ومحاسبة الفاسدين. بين بأن من بين مشاريع الفساد التي تضررت منها محافظة ديالى هي مشروع رقم واحد بين وزارتي التربية والصناعة. أوضح التميمي بأن ذلك المشروع هدمت بموجبه أكثر من 150 مدرسة في المحافظة منذ 5 سنوات، ولم تبنى أي مدرسة مكان هذه المدارس، وأشار إلى أن أنقاض تلك المدارس تم بيعها من قبل تلك الجهات وأخذ أموالها، وأضاف بأن سلفة صرفت من قبل الدولة لبناء المدارس ولم تبنى، ولفت إلى أن الطلبة ما زالوا يدرسون في كرفانات، وهذا ما نشاهده طبعا دائما عبر شاشات التلفاز وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. معنا اتصال أبو أسد من البصرة، تفضل أبو أسد. أحييك أخ رعد. حياك الله يا هلا بيك. حيا برنامج الشريف. أهلا وسهلا بك أخ رعد. عندي فد معلومة بدك إياها. تفضل. أملاك الدولة سيطر عليها ميليشيات والأحزاب. نعم. وأمانة بغداد إلى حصة. هسه حاليا إذا عرفوا علي ببغداد. نعم. البصرة طبعا. نعم. لأصل بغداد غني المهندس محمد الربيعي ذابح نفسه على أمانة بغداد، الجسير أمين بغداد يريد يسيطر على أملاك عقارات بغداد. نعم. تابعة الأمانة الأمانة زين. هو قبل أسألك السؤال هذي وجواب هذا من عندك، قبل كم يوم طلع برنامج ملتقي نصب الشهيد قدم برنامج، مقدمة برنامج ما اتذكر شو تغني على التلفزيون في قناتنا يصرف عن النصب وعن
الشكل ماله والدوران ماله من هالقبيل، ولا انت الياس ركبت في المدرسه والنصب كامل قاعد تشرح بي فهم علم انت شنت انت شنت ارض مجلس بلدي بالكرامه وبالتزكيه صرت عضو مجلس محافظه زمن اياد علاوي. نعم. من علاوي صرت ويا اياد علاوي، العفو ويا المالكي. نعم. من المالكي هسه ويا الحكيم. شنو انت شنو الدوري ما مطوع عندكم كل سنه ويا واحد؟ ذول احنا نسميهم الانتهازيين. نعم. انتهازيين. ذول يمشون ورا مصلحتهم. هسه شوف هسه اذا ما نصبوا محمد الربيعي امين بغداد انا قلت لكم ابو اسد معتب. نعم. وانا اشكركم. انا اشكرك ابو اسد من البصره كان معنا. طبعا كما اشرنا انه موضوع الاستيلاء على العقارات ليس بجديد. منذ العام 2003 توالت التقارير والواقع يتحدث عن هذا الشيء. الاستيلاء بدأ ب أملاك المسيحيين، بأملاك رموز النظام السابق، بحجة الاجتثاث وإلى آخره. طبعا الكرادة معروف أن هناك أحزاب مثل المجلس الأعلى، مجلس الأعلى يعني استولى على الكثير من عقارات المسيحيين في العراق وتم تحويلها، يعني وصل الحال إلى أنه يتم تسجيلها في دائرة الضريبة ويتم تحويلها على أساس أنه الشخص باعها إلى هذه الشخصية أو تلك التابعة إلى هذا الحزب، وأصلا هذا الشخص تلقاه مهجر خارج العراق. الحالة ليست واحدة أو اثنين أو عشرة أو عشرين، بل وصلت إلى الآلاف. يعني هذه الحالة بدأت اليوم بالتصاعد على الاستيلاء إلى دوائر الدولة. يعني إحنا كنا نعرف يروح لبغداد ويشوف أنه أحزاب بعينها مثل ما أشر الكرادة والجادرية حصة المجلس الأعلى، غير منطقة حصة جماعة المالكي، غير منطقة حصة الحزب الفلاني والميليشيا الفلانية. فوصل الأمر الجماعة يعني طمعا حتى بأملاك الدولة، يعني ربما حتى تجد مثلا مستشفى راح يتم تحويلها باسم فلان أو باسم زيد من الناس أو عمر من الناس. فهذا الأمر إذا دل على شيء دل على غياب الدولة بشكل كامل، اللي هم يقولون أنه هناك دولة، غياب القانون، غياب الأمن، تفشي الرشوة، تفشي الرشوة في البلد. وله ما معقول أنه أنت تجي تسجل تنقل عقار إن كان بيت ولا عمارة ولا فيلا ولا قصر تحوله من اسم الدولة إلى اسم شخصية معينة صاحبة نفوذ في هذا البلد. مع الأسف بعد العام 2003 هذا الحال. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب حول هذا الموضوع. يقول السلام عليكم، أحييكم قناة الرافدين. يقول أخي تعال شوف محافظة صلاح الدين عصائب أهل غير الحق كما اسمها مستحلين ساحات الوقوف في المحافظة بالكامل. رسالة أخرى يقول فيها نرجو من الأخوة إرسال رسائل قصيرة، رسالة طويلة لا نستطيع قراءتها كلها. يقول هذا الموضوع أخي عمر ألا وهو الاستيلاء على الأملاك والعقارات التابعة للدولة من قبل زعماء الأحزاب العميلة لإيران وميليشياتها، هذا الملف متكرر وقد تمت مناقشته في حلقات كثيرة، والهدف من هذا الاستيلاء هو بسط السيطرة والتحكم بالعقارات والأملاك التابعة للدولة وأملاك أخرى تتبع لسكان المناطق وبالخصوص السنة، ليكون لهم حق السيطرة والتحكم بالعقارات والأملاك عبر السيطرة والنفوذ والتحكم بها لمصالحهم الشخصية. الحل الوحيد لخلاص العراق والعراقيين الشرفاء الغيارة الأصلاء هو الثورة العارمة لإزاحتهم هؤلاء الأحزاب العميلة لإيران وميليشياتها المجرمة. نعم. رسالة أخرى يقول فيها يقول السلام عليكم أخي آني أم نورمان من المقدادية، أوصل رسالة عن المعتقلين. تقول ليش ما حد يراجع سجن الناصرية والتاجي؟ تقول تعذيب، أنا صار 90 يوم أروح وأرجع ماكو مواجهة، شنو ذنبهم؟ وفي الناصرية لا أكل ولا فراش ولا ملابس. معنا اتصال عباس من الرمالي، تفضل عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أخي العزيز سألني على عقارات الدولة وعلى أملاك الدولة، هي لا ظلت أملاك الدولة ولا عقارات ولا بنوا شيء، يقول لي بنوا وش قدموا؟ نعم والله كل شيء ما قدموا، الأوليات هدموهن وفلسوهن. نعم نعم والله 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 نسأل الله إن الله سبحانه وتعالى إن الله يرحمنا برحمته، وإلا وإلا إحنا ما شفنا شيء من هاي من 2003 ولحد الآن الدمار ياكل يعني شلون السرطان، هذول مرض السرطان. نعم زين حكومة كلها نعم أبو فاضل يعني نعم إذا مسؤول بالدولة وزير مسؤول يسرق الدولة شلون راح تصير دولة وشلون راح يصير قانون وشلون راح يبسطون السيادة اللي يتحدثون عنها؟ أخي العزيز والله لا تصير سيادة. أنا بالنسبة لي شخصيا هاي الحكومة مخترها مثل بني إسرائيل لما انتهوا 40 سنة بالصحراء، هسه احنا تايهين العراقيين كلهم من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. نعم الله وكيلك مشينا رب العالمين من فوق بعزته وجلاله، وإلا لا قانون ولا هم يحزنون. يعني تيها تايهين فيها كل من داي يبوق النفس ويلهب، يعني هم جايين من غادي من برا جمعتهم أمريكا وجابتهم لأجل السرقة والبوق، سرقة لأكثر السرقة والنهب وقتل الناس البسطاء. أنت يعني شوف القتل هذا بالجملة، يعني هم أخواننا الشيعة الموجودين بالبصرة مو قتل جاي يقتلون بهم، وحكومة شيعية هي 100% من برا هي حكومة شيعية، إذا هي جاية على أجل نفسها وأجل إيران أيضا. نعم الله ينعم عليك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بينا لأنه إحنا مسلمين صادقين، وندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، لأنه الله قال ادعوني أستجب لكم، فإحنا ندعوه باسم الحسنى ما نجعل له شريك حتى الله سبحانه وتعالى استجاب لنا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أنا أشكرك عباس من الرمادي كان معنا اتصال أم أزهار من بغداد، فضل أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم أزهار أنت من بغداد، أكيد تشوفين وتسمعين الاستيلاء على عقارات الدولة وعقارات الناس العاديين من قبل الأحزاب السياسية، من قبل المسؤولين، من قبل الميليشيات. طبعاً هاي أنا ما سميها حكومة. نعم. جو من 2003 إلى الآن جو جياعة، جو ما عندهم ملابس يلبسون، ما عندهم أكل يأكلون، إجوا بطشوا في العراق وأموال العراق وكل ما في العراق ذا. أول شيء أنا أتعجب على الناس اللي هي لابسة عمايم ومستولة على عقارات الدولة، أول ما استولوا على القصور أول شيء هي هاي أموال الدولة، لو هي دولة صالحة ما تستولي على الأموال، هاي أموال الدولة وأموال الشعب ما يصير أحد يدنا يمها، لكن هم لا يعرفون الحلال ولا الحرام، هم حرامية، هم جايين من مستنقعات إيران وأمريكا وإيران وإسرائيل، جايين هنا يستفيدون مو جايين يتعمرون. الحكيم لابس العمامة ويوميا يقعد ويخطب بالشباب ويخطب بالخير والصلح والهاي، وهو ماخذ له الكرادة كلها، وهذه العامري مستولي على يعني كلهم. أما المالكي فاستولى على ما نقول ثلاثة أرباع العراق استولى على أمواله ودزها برا، حتى لأن كان هالقد ما جوعان وكان دجاجة عريانة فشبع نفسه وراح يشبع. أنا أقول إذا هسه هو هذول الجماعات الحرامية اللي قاعد تسرق البلاد كلها أموالهم، هاي الأموال راح يأخذوها وياهم بالقبر، راح يأخذوها وياهم الفلوس وياهم بالتراب، أو باشر الآخرة راح تحاسبهم، باشر رب العالمين راح يحاسبهم على كل فتر وشبر اللي سووه بالبلد وأبناء هذا البلد الجياعة. أنا أقول لو عندهم ضمير شوية ينظرون، خلي يبوقون بس خلي ينظرون إلى أهل الموصل اللي قاعدين بالخيام كاتلهم الجوع والعطش، والأطفال يقبلون أطفالهم متسربين بالشوارع وحافين وما عندهم ملابس يلبسون، أو
اهل البصره اللي عطشانين ميتين عطش، المي ايران سممت والسموم الموجوده والمرض الموجود. الله لا يبارك بهم ان شاء الله، لا دنيا ولا اخره، ان شاء الله مثل ما قضوا على هذا الشعب وقضوا على المساكين وقضوا على الجوع والعطش، واموال الدوله اللي اخذوها تطلع منهم فتل فتل باموالهم واولادهم واحفادهم، وان شاء الله الجردان كل ايد مدت على يد هذا اموال هذا البلد. وانا اشكرك. شكرا ام ازهر من بغداد. معنا اتصال ام مدين من الموصل، تفضلي ام مدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي عندنا قطعه ارض بجرخان السعيد، واحنا بنبيعها، قالوا الحشد الشعبي مسيطر عليه، ما تنباع ولا تنشغل. نعم، بيا منطقه بالضبط ام مدين؟ بيا منطقه بالضبط؟ بجرخان. نعم، بجرخان بالموصل. نعم. ايه، ما يقول لا نبيع ولا نبنيها، يقول حج الشعبي تنأخذها الحشد ما يعني نقده، ما يقول أحد يجي يمه. إيش قد مساحة قطعة الأرض؟ 200 متر مال الشهيد. 200 متر مال بنت الشهيد. نعم، 200 متر. يعني دنت نفسهم على 200 متر؟ لا، هي كل الأراضي ما شود كل الاراضي ديش المنطقه ما حد يقرب عليها. ايه، يعني تابعه الى جماعه حنين القدو. البلديه ما تجاوبنا. نعم، هاي من رجعتم للموصل هذا الامر؟ ايه ايه، من الموصل الامر معناتهم، واحنا قال ما حد يتقرب يم هاي الاراضي مال الشهداء اللي وزعونا اياها، والبلديه ما عاد جاوبنا، نقول لهم لا يبدلونا اياها ولا يدخلونا غيرها. نعم، زين أم مدين، هذه الأراضي يعني مخليها ساحة لهم، بنوا هم بيها شيء لهم، لو فارغة بعدها ما أقول هاي ما حد يبني بيها، هاي مال سهل لينوا، ما حد يتلاعب بيها. نعم، إيه والله، طب نحن أولادنا طعيناهم شهداء، وهذا نبني الأرض ونقعد بيها، ما عندنا إمكانية إيجار بيت ندفع. نعم، نعم، اي والله، الله يعينكم، الله يعينكم. الله يعينكم. يعني أنا اشكرك ام مدين، اشكرك ام مدين من الموصل، يعني رساله واضحه، طبعا تحمل اشارتين، هي اشارت الى نقطه مهمه، تقول الاراضي واقعه في بحجه انها واقعه في سهن نينوى، وهذا يعني من ضمن التغيير الديموغرافي وجعل مناطق محدده في العراق تابعه للون او مذهب محدد في محافظات العراق. طبعا حنين القدو معروف هو عضو في او احد نواب تحالف الفتح، واشرنا انه يقول بان عشرات المنازل والفلل الرئاسيه تم بيعها باسعار زهيده. الظاهر ما محصل حصته. ام مدين صوتها سمعناه واضح في الموصل، تقول جماعه حنين القدو مستولين على هذه الاراضي، ما نقدر نتصرف بيها ولا نقدر نجي يمها. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، خلونا نقرا رسائل واتساب. يقول اخي، هو اللي فصخ 150 الف معمل انتاجي وهربها الى ايران، الا يقوم بالاستيلاء على ممتلكات الدوله وبيعها في سوق الخرده؟ هذه توجيهات اسيادهم الملالي لكي يستوردوا كل شيء من ايران. رساله يقول فيها: السلام عليكم استاذ عمر، لو تشوف اللقاء المتلفز على احدى القنوات العراقيه
كما أسماه للفاشل حيدر العبادي الذي دمر الذي دمر الموصل بحجة التحرير. أي مسؤول يسأل مقدم البرنامج يجاوب جواب أي شخص ما يفتهمه ويشتت الموضوع. أخي المرجعيات والأحزاب والحكومات والبرلمانات سرقت ودمرت البلد بأكمله. أبو عمار من السويد رسالة يقول فيها أخ عمر: هذه السرقات لم تكن موجودة في عهد النظام السابق في عهد صدام كما يقول، لأن كان راعي البيت عراقي وابن البلد يقطع رأس كل فاسد وسارق، والآن تجار الدين يحللون السرقة بفتاوى، وحتى حللوا دم المسلم، أي بلد هذا وأي دين هذا؟ رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم، بس أقدر أوصل مقطع مصور فضائح تعذيب المعتقلين إذا ممكن؟ نعم أرسل، ممكن ترسل على هذا الرقم على الواتساب هذا أو على خدمة أنت ترى التي يعني دائما ما تطلقها قناة الرافدين، والبرومو الجاي إن شاء الله سوف يوضح رقم خدمة أنت ترى، تستطيع إرسال هذا المقطع وتستطيع إرسالها عبر هذا الرقم رقم الواتساب. نعم معنا اتصال. أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا ام عبد الله، تحية لحضرتكم الى قناتكم الشريفة والى كل عراق. اهلا وسهلا بيش استاذ. احنا عيسى من الحكومة، الحكومة عرفناها هي حكومة سيطرت على كل مباني العراق والقصور الرئاسية هي باسم الشعب وليست باسم صدام، بالإضافة إلى قصور المسيحيين وإلى قصور اليهود وإلى يعني ما بقى شيء. بس أنا أعتب عتب كبير على الشعب العراقي، إذا إحنا إذا الحكومة هي غلطت واستفادت، إحنا ليش نقوم بهذا العمل إضافة إلى أعمال الحكومة؟ إحنا هجرنا العراقيين من مناطق سكناهم وطلعنا السنة من مناطق اللي سيطروا عليها، ما والله عبهم أقول شيء يعني. هاي أيام الطائفية وتروا لحد الآن، لا تقول ما طائفية، ترى الطائفية والله العظيم إلى العظم واصلة، طلعوا بالسنة من مناطقهم وأخذوا قاموا يقومون بعملية أهل المنطقة هم كلهم حفاي جهلة، استغلوا شمال سيرة لأنفسهم بحد عندهم كان عندهم ميليشيات عندهم سيطرة، وقاموا بعملية بيع هذه الدور من واحد إلى واحد، والسني طلع وراح يأجر في غير مكان، لو انهزم برا خارج العراق لو شوف أي منطقة صار. لا. يعني إذا إحنا شعب العراقي هيجدنا الصبر شو راح نقف عن الحكومة؟ أستاذ عندنا مناطق اللي كانت من أحسن مناطق العراق، خاصة شارع حيفا وشارع 28 نيسان، هاي كلها حكومية، أكثريتها حكومية وكانت مطيتها إلى موظفين من صار الاحتلال كلهم طلعوا وخرجوا، يعني هم الحكومة أخذت توزيعها على المواطنين اللي استغلوها، يعني هاي دي كلها عقارات حكومية، ترى عقارات حكومية من صار الاحتلال والله العظيم. أنا أعرف جماعة من صار الاحتلال قبل ما ينطون المستندات إلى الحكومة الجديدة قاموا برفع بعض العقارات إلى أنفسهم وقاموا يتاجرون فيها، كل واحد يريد له 6,000 دولار و80 دولار و80,000 دولار ويقدم له المستند أو ما يشغل البيت. يعني فهذا ترى إحنا كلنا غلطانين، ترى الشعب العراقي ترى مع الاحترام للطيبين ترى ناس دمرت وناس تجهلت كل في سبيل هذول الشعب، ما الحكومة واللي قاموا بهذه العمليات انه استغلوا الشعب وقتلوا الشعب وهجروا الشعب وراح كل شيء، يعني كل شيء ما استفادينا، وبالنهاية ترى هم ما يستفادون، حالهم حال كل اللي انقتلوا سابقا وانسحلوا بالشوارع. أم عبد الله بالله أريد أسألك السؤال. نعم. يعني احنا قبل شوية قلنا حنين القدو النائب عن تحالف الفتح وعن محافظة نينوى وتحدث على موضوع استيلاء على المنازل والفلل الرئاسية،
تم بيعها بأسعار زايدة. قبل شوية طلعت أم مديم من الموصل وتحدثت بكل صراحة بأن جماعة حنيل قد يستولون على أراضي تم توزيعها لعوائل الشهداء في الحرب العراقية الإيرانية، أو بعد ذلك تم توزيعها على عوائل في نينوى. اليوم هو مسيطر عليها، تروحين على النائب الثاني يتحدث عن استيلاء على عقارات الدولة، وبعدين من تجي تفتشين تلقين هذا النائب هو مستولي على عقارات الدولة، هو ماخذ عقارات تابعة للمدنيين بالقوة ومحولها باسمه، يعني يتكلم بالنزاهة ويطلع هو أول واحد سارق ومستولي على أملاك الناس وعلى أملاك الدولة. شنو رأيك بذولة؟ لا أستاذ، هي ترى شلون يعني ما أعرف شلون تفسرها، إذا السني هيجي الصدف والشيعي هيجي الصدف، واليزيدية قبل فترة يقولون إنه اليزيديين إنه شعب عانى معانا، بعد العلم إنه اليزيديين ترى هم سووا ميليشيات وقاموا بقتل العرب وإخراجهم من مناطقهم، يعني كل واحد عنده سلطة عنده قوة أخذ يشتغلها للباطل، ما أخذ يشتغلها للشعب العراقي. فهنيئا لهم هذول الزمرة الحاكمة من السنة ومن الشيعة اللي هجلوا الناس، صرح يعني أنا أتعجب على الناس قاعدين أملاك ناس ويدفعون إيجارات وبيوتهم مأخوذة من قبل ناس وقاعدين بها ببلاش، ومع هذا يصلون ويصومون بها هذه الدور، ويروح للحاج كل سنة أستاذ، هو ماخذ بيت الناس بيت السني أو بيت الشيعي، يعني شلون هذا راح تقبل وانت اصلا يعني استغفر لا. الله اصلا محرم عليك هذا كله. وتحياتي. شكرا ام عبد الله من بغداد، كانت معنا اتصال من بغداد كذلك. ابو عماد، تفضل ابو عماد. استاذ عمر الله يسعدك حبيبي، حياك الله، اهلا وسهلا بك، تحيه طيبه لك وقناتك الكريمه، يا اهلا بك، يا اهلا وسهلا، كادركم طيب. استاذي بخصوص موضوعك اخي العزيز، نعم، يعني سبحان الله، يعني تلقى سيد او شيخ معمم هو مستولي على البيوت مال الدوله والعقارات والاصل في عمار الحكيم هذا البيت هو مال السيد طارق عزيز، نعم زين، والمالكي مستولي على مال استاذ برزان، نعم، يعني هو يعني حلال حرام مو هاي تعتبر ارض مختصبه، زين شلون تصلي بيها، شلون تقيم عليها، يعني شو والله ما اعرف شلون، نعم، يعني انت الشعب العراقي ما يمتلك، عشان انا ابسط من المواطنين، ما امتلك 50 متر، نعم زين، انت شلون تصلي، شلون ما اعرف شلون والله العظيم، يعني وقيم مراسم حسينية مراسم لا شافهم لا الحسين ولا سيدنا علي رضي الله عنه، نعم زين، والله العظيم فأنا من خلال قناتكم الكريمة العزيزة عندي مناشدة أستاذ عمر، الله يخليك، الله يبارك فيك، تفضل، الله يبارك فيك. كان تدري أنا عرضت أحد أفوالي للبيع بسبب الفقر والجوع، ومع العلم كنت منتسب وحارب الفساد، نعم، هل تعلم هذا الشيء أستاذ عمر؟ الله يسمع الشعب العراقي، يعني منتسب يحارب الفساد، قال ما تالي ما عنده بيت زين ويعرض أحد أطفاله للبيع. أناشد الطيبين الخيرين العراقيين أهل الغيرة، الله يرحمك يا أبو عداي، الله يرحمك، أناشد الطيبين الخيرين العراقيين أهل الغيرة، أناشد تترغد، أقلها بروح أبوه تساعديني، نعم، أني أشكرك، الله يبارك فيك، أني أشكرك أبو عماد من بغداد، هذه مأساة العراقيين. طبعا رسالة الأخت اللي أرسلت لنا، أرسلت مقاطع، إن شاء الله إحنا نشوف هذه المقاطع أختنا العزيزة أو أخونا العزيز يا ما ذكر الاسم، وإذا ما كانت معروضة راح نعرضها على قسم السوشيال ميديا، وإن شاء الله يتم عرضها في برنامج تواصل دوت كوم. طبعا الموضوع موضوع أنه الاستيلاء على عقارات الدولة
أثار نقطة أنه لرموز يعني سمى مثل الراحل وزير الخارجية السابق طارق عزيز أو برزان التكريتي إلى آخره، يعني حتى إذا كانت هذه العقارات بالفعل هي تابعة كانت للدولة ومسجلة باسم هؤلاء الأشخاص، مع العلم أنه مثلا يعني عائلة طارق عزيز تحدثت أنه هذا البيت ملكها، بغض النظر هذه أملاك دولة، يعني أنت رحت جيت سويت قانون اجتثاث البعث اجتثاث النظام السابق إلى آخره، هذه تبقى تابعة إلى الدولة. أنت صرت رئيس وزراء أو صرت وزير أو صرت مسؤول، خلصت فترتك يا أخي اطلع من البيت. زين أنت لا بيت واحد مكفيك ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، ما معقولة، يعني ما معقولة أنه دائرة العقارات تتحدث عن نصف مليون عقار تابع للدولة تم الاستيلاء عليه من قبل أحزاب متنفذة وميليشيات. نصف مليون عقار تابع للدولة، شيء غير معقول. زين أنت هم لو تتريق ببيت وتتغدى ببيت وتعشى ببيت وتنام ببيت هم هاي أربعة، يعني شيء مهول. مثل ما تفضلت الأخت يعني أم عبد الله وأم أزهار قالت يعني شنو هم يظنون يعني راح يعبدون ما وراهم موت، وهذه هم تطرح إشكالية، إشكالية أنه تجد اللي يتحدث على المنابر واللي لابس عمامة يتحدث بالحلال والحرام تجد أول واحد يحلل لنفسه الحرام، يعني النفس حلال من استيلاء على أملاك الدولة، استيلاء على أملاك المواطنين، هو غلق شارع، غلق شارع، يعني هذا بذنب كبير. يعني أنت تمنع الإمرأة والطفل والشيخ والشاب والناس بشكل عام من المرور في هذه الشوارع، غلق هذه الشوارع. إذا نتحدث من جانب ديني ولست بمفتي يعني أو عالم دين، هذا بذنب، فكيف بالاستيلاء على شبر؟ يعني هناك حديث نبوي يقول عليه الصلاة والسلام يعني بما معناه أنه الاستيلاء على شبر واحد بغير حق هذا راح يعني يرميك في جهنم 70 خريف، 70 خريف. الجماعة شغلتهم ما أدري، الله أعلم. أم علي من بغداد معنا اتصال من النجف، تفضل يا أم علي. انقطع الاتصال مع أم علي. نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع لكم لاستكمال مواضيع الحلقة. اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين في الدقائق الاخيره لحلقه هذا اليوم. رني نتحدث على موضوع يعني اللجنه الامنيه في مجلس محافظه الانبار، احنا سمعنا انه خلال اليومين الماضيين دخلت قوات امريكيه قادمه من الكويت الى انبار. اللجنه الامنيه في مجلس محافظه الانبار كشفت ويعني اكدت هذا الموضوع بان الرتل الامريكي المحمل بمعدات عسكريه والذي وصل الى المحافظه في وقت سابق دخل عن طريق المحافظات المجاورة لمحافظة الأنبار. رئيس اللجنة نعيم لقعود النمراوي قال بأن الرتل الأمريكي دخل إلى الأنبار دون علم المحافظة ودون وصول أي برقية إلى اللجنة الأمنية حول موضوع دخول هذه الأرتال. الجماعة يتحدثون لك على السيادة وأنه لا يوجد قوات أمريكية أو قوات أجنبية في العراق. أوضح النمراوي بأن الجانب الأمريكي لم يبلغ مجلس الأنبار بشأن دخول وحركة القوات الأمريكية لأن هذا الأمر ليس من اختصاص المجلس وهو من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة. طبعا مصدر أمني في محافظة الأنبار كشف عن وصول رتل عسكري أمريكي محمل بآليات ومعدات عسكرية إلى قاعدة 22 في قضاء القائم غربي المحافظة. طبعا لما زار الرئيس الأمريكي ترامب في يوم 26/12 من
الشهر الماضي أو السنة الماضية صرنا إحنا يعني في السنة الجديدة يعني جماعة بدأوا يتحدثون وكل من لزم التويتر وقام يغرد وإنه إحنا راح نرد على الأمريكان وهذه يعني أمر ينافي ويضرب السيادة العراقية وإلى آخره. الجماعة أنتوا تتحدثون عن السيادة، أنتوا بيت مال مواطن بسيط حل بعيونكم أخذتوه، أنتم ما تحفظون سيادة العراق، ما معقول. يعني هذا تناقض، يعني اللي يوصل إلى مرحلة أنه حريص على البلد وحريص على سيادة البلد ما يسرق أموال البلد ولا يستولي على أملاك الناس. إذا مو حرام فعيب، وإذا ناس يعني بس الظاهر الجماعة عينهم ما مليانة. المهم طبعا مجلس محافظة الأنبار كذلك نفى تصريح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بشأن عدم وجود قواعد أمريكية. عادل عبد المهدي قال ماكو قواعد أمريكية. يعني عضو المجلس عيد عماش قال بأن معظم القواعد الأمريكية منتشرة في الأنبار خالية من القوات الحكومية، وأشار إلى أن القوات الأمريكية لا تسمح للقوات الحكومية بالدخول أو الانتشار في القواعد التابعة لها في محافظة الأنبار مهما كانت الأسباب، وأضاف بأن المحافظة تشهد تحركات مكثفة للقوات الأمريكية لا يتم تبليغ الحكومة في بغداد بها. وهذا هم موضوع يرجع لنا لما نتحدث حيدر العبادي عن السيادة وأنه ما طير طيارة ولا يتحرك جندي وكلهم مستشارين. هذا الموضوع دائما احنا نطرحه لأن هم دائما يتحدثون عنه. موضوع السيادة والبلد معروف من 2003 ولغاية الآن بحسب القانون الدولي البلد محتل ومسيطر عليه من قبل أمريكا، وراها جت إيران، وهذا أمر واضح للعيان وهذا أمر واقعي. معنا اتصال، في اتصال شباب. أم علي من النجف تفضلي. ألو. تفضلي. ألو. تفضلي عيني أم علي. ألو. أسمعش تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسمعش. شلونكم؟ شلونكم؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بس نصلي التلفزيون الله يخليك. نصلي التلفزيون للأخير. هو شخل يمهم شخلوا بالعراق ويجونا بالعقارات. نعم. خلوا بالعراق. نهبوا العراق، نهبوا أطفاله، نعم. الأيتام شكد، الأرامل شكد، يعني شنو نسولف من هالبيبيا؟ نعم. إيش خلوهم؟ زين شلون يعني إحنا نبقى وراحت كثير شلون إلى متى؟ يعني نعم. زلمنا راحت، ولدنا راحت، شلون يعني؟ نعم. يعني برأيك هم من يجي مثلا المعمم ولا الحزب الإسلامي من يسيطر على هذه الأملاك إن كان عقارات دولة ولا عقارات مدنية، يعني هذا هو برأيه وحسب اللي تعلمه من دين، هل هو هذا حلال بالنسبة إليه لو هو يحلل الحرام؟ لا لا هو يحلل. نعم. هو بالنسبة إليه هو يحلل. مستند على شنو؟ لأن هو مثلا سيد أو شيخ أو زعيم سياسي؟ هو كل اللي يلبس عمامة قال آني. نعم. زين احنا ما افتهمنا ام علي، احنا دولة دينية لو دولة مدنية شو لا نحتكم للدين ولا نحتكم للقانون؟ والله ما نعرف يا امي، ما نعرف يعني احنا مصيرنا شنو هو؟ بيد من يلعبين في كل. نعم. لا حول ولا قوة الا بالله. الا بالواحد القهار. نعم. الا بالواحد القهار. شكرا جزيلا. ونعم بالله. انا اشكرك ام علي من النجف كانت معنا. طبعا صحيفة هلسنكي تايمز الفنلندية يعني كشفت عن تسريبات جديدة لوثائق من ويكيليكس تبين بأن السفارة الأمريكية في بغداد شحنت أكثر من 1,000,000 كيلوغرام من البضائع غير المعروفة من مقرها في بغداد إلى أجزاء مختلفة من العالم. يعني إذا السفارة الأمريكية فقط عندها اللي شحنت 1,000,000 كيلوغرام من البضائع، لعد ايش قد عندها بالسفارة الأمريكية في بغداد، وهي معروف أكبر سفارة في العالم، تقريبا عدد الموظفين بها يصل إلى 8,000. يعني قاعدة بيانات ويكيليكس كشفت عن إرسال مجموعات وصفت بالغامضة إلى السفارة الأمريكية في فنلندا من سفارتها في بغداد، حيث تظهر البيانات شراء سفارات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم أطنانا من البضائع يتم توزيعها على هلسنكي وعلى سفارات أمريكية أخرى في بلدان أخرى عبر
الشحنات الجوية المنتظمة من العاصمة بغداد دون معرفة محتواها. طبعا هاي طبعا أكيد الحكومة لا تدري بها ولا تقدر أصلا أنه تفتش هذه الكمية الكبيرة المهولة، يعني مليون كيلوغرام تخرج من سفارة بلد وتطلع، هم راح يقول لك أنه السفارة عندها يعني حصانة دبلوماسية وإلى آخره، مثل ما أنه السيادة اللي يتبجحون بها كل يوم الجماعة والقوات الأمريكية هاي جديدة النوب أنه قوات. طبعا بالمناسبة القوات الأمريكية اللي جت قبل يوم من الكويت ودخلت إلى العراق وصولا إلى الأنبار، هذه مو أول مرة، يعني الأيام الفائتة بس يعني هناك تعتيم إعلامي من قبل القنوات التابعة للأحزاب السياسية والتابعة إلى الحكومة لا ولم تتحدث عن هذا الموضوع، هذا الدخول، دخول هذه القوات الأمريكية من الكويت. ربما أنه تجي قوات من سوريا إلى العراق لأنهم يعني الرئيس الأمريكي قال بأنه المهمة انتهت في سوريا وإلى آخره، والبارحة قال أنه تم تمديدها 4 أشهر. لكن مجيء هذه القوات يطرح علامات استفهام كثيرة لعودة القوات الأمريكية بأعداد كثيرة، هي متواجدة ومسيطرة منذ العام 2003 ولغاية الآن، ولكن عودة هذه القوات بهذه الأعداد وبهذه المعدات يطرح الكثير من التساؤلات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول موضوع عقارات الدولة والاستيلاء عليها من قبل الأحزاب السياسية والشخصيات المعروفة في العراق والمسؤولين منذ العام 2003 ولغاية الآن. وبحسب دارة العقارات فإن الاستيلاء وصل إلى 500,000 عقار تابع للدولة تم الاستيلاء عليه من قبل برلمانيين ووزراء وسياسيين وزعماء لأحزاب ومعممين. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.